مساء الليل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنكمل رحله الى ارض الجن 8 الجزء الثاني، وهنتكلم فيه عن نهايه المرحله ديت او ايه اللي حصل فيها. اللي مش عارف يتابع الجزء الثامن موجود في البلاي ليست وهيفهم القصه بالكامل. انا احمد، بعد ما طلعت اخت سندس وفهمت منها معنى الخضوع، الخضوع يعني الاقرار بالغلط، اقرار انك غلطان، وده شيء في عالمهم مش طبيعي، شيء بيخليك تحت سيطرتهم سيطرة تامة. وأنا كأحمد ما بخضعش لقانون الكون، ليه قانوني وليه قواعدي اللي أنا بمشي فيها، ما بتنزلش عنها. قررت أطلع وأمشي بعيد، يمكن ألاقي حتة أو مكان أعرف أطلع منه. وطلعت ومشيت، قعدت ماشي فترة طويلة، كان معايا شوية مية بساط جدا، بس فضلت اكمل. التحدي والكرامة كانوا اكبر من ان انا اخد قرار عقلاني، بس في نفس الوقت احساسي بان انا هوصل كان مخليني مكمل. كان عندي تحدي كبير بيني وبين نفسي ان انا مش هخضع لحد الا لله سبحانه وتعالى. ولقيت بيت، كان الوقت قبل المغرب بشوية، لمحت بيت على بعد كيلو تقريبا، ما كانش باين ملامحه، بس كملت ومشيت عشان اوصل لي. وصلت بعد المغرب بشوية، كان بيت من دور واحد، او بمعنى اصح هيكله من بره عبارة عن اوضة او اوضتين مش اكتر من كده. الغريب في الموضوع ما كانش فيه شبابيك، لفيت حوالين البيت كله ما كانش فيه شبابيك، كان فيه باب واحد خشب قديم، وكان الوقت بدأ يليل بعد المغرب، وكان القمر موجود في السماء وكان كاشف كل الصحراء اللي حواليه، وعادة ده وقتهم، وعادة همسهم بيزيد، واحد زيي بيعرف يتواصل معاهم وبيعرف هم عايزين ايه. خبطت على الباب محدش فتح، خبطت تاني محدش فتح، ما كانش ينفع ادخل من غير استئذان. رجعت لورا فتح الباب، عرفت ان في حد جوه. دخلت وفتحت الباب، كان بيت فاضي ما فيهوش اي شيء، مجرد حصيرة على مصطبة على الشمال، وقدام لمحت حد قاعد، راجل او ست معرفوش. دخلت، اول ما دخلت الباب قفل، سمعت صوت اقعد. قعدت. ايه اللي جابك هنا؟ قلت لها انا تايه. سمعت ضحكة، كل جعان؟ كنت فعلا جعان، فعلا فعلا كنت جعان، وانا بطبعي مش اكيل وباكلش الا لما اجوع، واحيانا بنسى ان انا اكل. قلت لها اه جعان. قالت لي مدي ايدك وكل. مديت ايدي بدور على الاكل، لقيت فيه زي صينية عليها اكل، كان اكل عادي بس بالنسبة لي انا كان شيء مهم جدا جدا. بدأت اكل وقررت ان انا بعد ما اخلص اكل هنام، ونام عندها فترة. خلصت اكل وشرب، تنام؟ قلت لها اه. بس وهي وانا بقول لها اه سمعت صوت دوشة برا، ببص يمين وشمال الدوشة دي جاية منين. قمت بفتح الباب، شفت من بعيد زي ما يكون في ناس واقفة، وعرفت ان ده فرح من افرحهم. قالت لي اقف بعيد لو عايز بس ما تقربش ناحيتهم. قلت لها حاضر. قالت له يا ريت تخلص عشان تيجي تنام. استغربت، هي ليه مصممة ان انا انام يعني؟ عادة محدش بيفرض علي حاجة زي كده. قلت لها حاضر، وفعلا كنت تعبان. وقفت شوية فاتح الباب، ظهري للباب وبتفرج على اللي بيحصل هناك. كان في حاجات كتير، كان في خيول، كان في جمال، كان في حاجات بتتحرك، كان في ناس بتتحرك، بس على مسافة بعيدة. والصوت اللي كان موجود دايما كان صوت الطبل اللي صوته عالي جدا، ودي آلتهم المفضلة هي والمزمار. كان صوت الطبل والرأس او الصوت عالي جدا جدا. وفي لحظة وانا واقف شميت الريحة وعرفت انها موجودة، وفعلا دخلت ببص لقيتها واقفة مع الست اللي كانت واقفة. الست دي انا ما شفتش شكلها، كان عليها زي نقاب اسود مغطي وشها، بس اللي حصل بعد كده غريب، لان لقيتها واقفة قدام الست بتتكلم معاها بصوت انا مش سامعه، وعمالة التانية منزلة راسها في الارض وزي ما تكون خايفة او زي ما تكون قلقانة منها وهي بتتكلم معاها. انا واقف وراها ما بصتليش، ما تكلمتش، ما قالتش اي كلمة.
خلصت وراحت ناخده نفسها وماشيه طالعه من الحيط الناحيه الثانيه. مجرد ما طلعت لقيت الست جات لي تقول لي اطلع بره. بصيت لها كده قلت لها انا هنام هنا الليله دي، قالت لي اطلع بره وما تجيش هنا تاني. عرفت ان انطرد، او ده اللي كنت انا متوقعه وقتها او متخيل ان اللي حصل. فعلا خدت ازازتين الميه اللي كانوا ملازميني طول الرحله ومليتهم ومشيت. طلعت بره، كان الجو ليل، ما كانش فيه صوت، كان صوت الديابه في كل مكان والفرح كان تقريبا انتهى، كان الجو مقمر. وانا ما بحبش امشي، انا عامه بتاذي في الايام ديت او بكون ضعيف او تعبان في الايام دي، بس كان لازم ابعد عن البيت دوت. ما بقتش عارف امشي فين او اروح فين، هل امشي قدام ناحيه الفرح ولا امشي ناحيه عكسيه، هل هقابل حد تاني، هل ممكن يحصل شيء تاني. وقت كان ليل، طلعت وتحديت نفسي ومشيت. وانا ماشي عمال اقرا قران والذكر، وكنت بسمع الهمس حواليا، كنت بسمع الضحك حواليا، كنت بسمع العكوسات اللي بتحصل حواليا، كنت عارف ان انا ممكن في لحظه واحده من اللحظات هتاذي، بس كانت تحدي. وكملت ومشيت لغايه اذان الفجر، او وقت اذان الفجر لما بدات اشوف الخيط الابيض بيطلع، بدا قلبي يرتاح شويه. كملت مشي تاني، ما كنتش عارف امشي ايه، كنت عايز اي حاجه الاقيها، اي شيء اي شيء، المهم ان انا الاقي حاجه قبل الظهر وقت الشمس والحر والصحراء. بعد شويه لمحت طيور او طير بيحوم بعيد، عرفت ان في شجر او حاجه هناك، كانت غربان ارضهم. مشيت وصلت للشجره ديت، كانت شجره كبيره جدا، تحس انها من مئات السنين ان ما كانش من الاف السنين، بس وراها كان ناشف، بس على الاقل الافرع بتاعتها هتقدر تضلل عليا وقت الظهريه ولا محتاج انام. ما نمتش طول اليوم، وللاسف كنت بنام واصحى على وقتهم، وده اللي انا كنت عايزه، كنتش عايز انام في وقتهم، كنت عايز في وقتهم افضل صاحي. قررت ان انا انام، حطيت ظهر للشجرة ورسمت دائرة التحصين حواليا ونمت، وفعلا نمت. استغرقت في النوم لفترة طويلة، صحيت قبل المغرب بدقيقة او دقيقتين قبل نزول الشمس. صحيت على هواء سخن وصحيت على عدم ارتياح، زي ما يكون في حد واقف بيبص عليك. قمت ببص يمين وشمال، ما كانش في حد. صليت وتيممت وصليت، كنتش عارف ان ده مغرب ولا ايه، بس كان نزول الشمس بيقول ان خلاص حان وقت الصلاة. صليت وقمت قعدت شوية ببص حواليا، انا هروح فين؟ وهنا شفت حاجة قدامي، شفت واحدة واقفة قدامي ومعاها واحد، والاتنين كانوا برا الدايرة وبيبصولي، وشايف عينيهم من اللسام اللي حطينه، كانت عينيهم في منتهى البشاعة. ايه اللي جابك هنا وانت جاي منين؟ فانا بشاور لهم بقول لهم انا جاي من هناك من الارض الناحيه الثانيه. مجرد ما عملت كده وبشاور لهم هناك وببص، لقيتهم رجعوا لورا، رجعوا ابعد من الدايره كمان، وراح جاي بيقول لي الخاتم اللي في ايدك ده مين اداهولك؟ بصيت، كان خاتم فعلا انا واخده من سندس، وكانت دايما بتصر انها لما بننزل رحله من الرحلات دي ان يكون الخاتم ده معايا، وعشان كده كنت بلبسه لا تلقائيا او لا شعوريا لما بنزل. فبصيت قلت له الخاتم ده؟ قال لي انت مش في ارضها، ايه اللي جابك هنا؟ الكلمه ضايقتني، معنى كده ان انا طلعت بره حدود مملكتها. قلت له ارض مين ديت؟ فضحك قال لي انت غريب ومعاك اذن، ايه اللي جابك هنا؟ قلت له تايه، هي الارض دي ارض مين؟ بص للي جنبه وراح قال لي كلمه غريبه، قال لي دي ارض عين الغنجميه. انا لما سمعت الاسم ده فعلا خفت، نفسي بدا يزيد، حسيت ان الادرينالين في جسمي بدا يزيد، شعر راسي رغم ان انا بحلق على طول حسيت انه بدا يطلع تاني، جسمي كله اتكهرب. الاسم كان جدا مرعب، مش مرعب من شخصها، مرعب بذكراها. اذا كانت دي عين اللي انا عارفها، فانا كنت السبب في حرق اختها ليل من 3 سنين، فلو هي دي
معنى كده ان انا في كارثة، معنى كده ان انا ميت ميت، وبالعكس الموت هيكون رفاهية. في الوقت ده ندمت ان انا فكرت، لان هم عرفوا انا بفكر في ايه. مجرد ما بصيت لهم لقيتهم اختفوا، عرفت ان طبيعتهم الغدر وهيروحوا يبلغوها، لان ما كانوش وصلوا ليها اصلا. جريت بسرعة زودت الدايرة، ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي انا بستفيد منها. كبرت مساحة الدايرة وزودت التحصين عليها، ودورت على عصاية كبيرة قلت يمكن تنفعني. لقيت فعلا فرع شجرة قديم، خدته وقعدت ظهري للشجرة. وكان الليل بدأ ينزل وبدأ الرعب يزيد، وكنت عارف ان انا لازم اعدي الفترة دي، لان عين مش سهلة. ومن 3 سنين انا اذيت اختها، ووقتها اتوعدتني، وحصلت قصة كبيرة احكيها لكم بعدين. دي الظهر للشجرة، وكان مع نزول الليل والهواء البارد، وفي لحظة واحدة بدأت اسمع صوت رفيف اجنحة، وراه نعيق بوم. وده مش غريب، الغريب كان صوت الغربان بالليل. وبدأت احس ان في حد او في حاجة بتحوم حوالين المكان وعايزة تخش وبترجع. وكنت بشوف من ناحية الضلمة شرار بيطلع، معنى كده حد بيحاول يخش الدايرة. وقعدت قلقان مش عارف ايه، ابص يمين وشمال، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. والهمس بدأ يزيد، وبدأت اشوف عيون بتتنقل من ناحية لناحية يمين وشمال، وكانت عيون كتيرة جدا. وبدأت اشوف واسمع اصوات مش المفروض ان انا اسمعها، وبدأ غضبي يزيد، وبدأ كرهي للمكان يزيد، وبدأ التحدي يكبر قدامي. مش هنكسر، هفضل واقف، هموت وانا واقف في مكاني، مش هيفرق معايا، خليها تيجي. وكنت عارف ان عين مش هتخش، وعارف الطريقة بتاعتها، وعارف التسلسل اللي بتعمله. هي مش هتخش، هي عايزاني انا عن طريق حد من الوصفات بتاعتها او الخدم بتوعها، مش هتخش لي، بس اكيد موجودة في وسطهم 100% عايزة اللحظة ديت. فضلت قاعد وبتمتم بآيات القرآن الكريم كلها، وقاعد ظهري للشجرة مش عايز اتحرك، وخايف لحاجة تيجي من فوق، بس متأكد ان محيط الدايرة مغطيني. وبدأت الاصوات تزيد تزيد تزيد، وخصوصا قبل الفجر، لان هم هيمشوا مع الفجر. وزادت الاصوات وانا ازود في القرآن لغاية ما طلع النور. لما طلع النور بصيت على حواف الدايرة، لقيت حشرات كتيرة ميتة، ولقيت غربان ميتة. عرفت ان دول كانوا خدم وداخلين عندي انا ومعرفوش يخشوا. قعدت قلقان ما بقتش عارف اعمل ايه، كانت الافكار متضاربة في دماغي. انا هنا في ارض هتأذي فيها، ما بقتش عارف الاتجاهات، ما بقتش عارف ارجع ازاي، ما بقتش عارف اروح فين، ما بقتش عارف انا هعمل ايه بعد كده. كل اللي كان بيهمني في الوقت ده ان انا افضل عايش لاطول فترة ممكنة، بس ما كانش في دماغي اي حاجة تانية، ولا بفكر في اي حاجة تانية، ولا محتاج افكر في حاجة تانية. كل اللي انا بفكر فيه ازاي انا ممكن اطلع من هنا، ازاي انا ممكن اوصل للمنطقة اكون فيها امن، ازاي انا حصل فيا كل ده. بس كل ده ما كانش السؤال المهم، السؤال المهم اللي كان بيطرح نفسه جوايا، ليه كل ده؟ فضلت واقف شوية وقررت ان انا انام، مش لان ارتاح، لا، عشان عارف ان الليلة هتبقى صعبة. فعلا نمت في مكاني وفضلت نايم. صحيت على صوت رجلين، حاجة بتجري او حاجة جاية. قمت، كان الوقت بعد العصر بشوية، لقيت في حد جاي من برة بيجري من وسط الصحراء راكب حصان اختها، ووقفت برة الدايرة وقالت لي اركب. بصت لها كده قالت لي اركب، مفيش وقت، انت في ارضها. طلعت، كان ركبت وراها الحصان، جريت. كان حصان جميل جدا، لونه اسود لون الفحم، وكانت بتيجي عليه سندس احيانا او بتتشكل بيه احيانا لما يكون في ناس. جري وجرينا في اتجاه انا معرفوش، بس كل اللي انا كنت شايفه ان الليل او المغرب بدأ يجي. استمر في الجري مسافة بعيدة، عرفت ان هي بتحاول تقرب من ارضها او ارض اختها باي طريقة. وفضلت تجري وبدأ الليل ينزل، انا ما كنتش عارف اعمل ايه. كل اللي انا عامله ان انا ماسك في الحصان وراها وبس، وحاسس ان في حاجات حوالينا، حاسس بهمس حواليا، حاسس ان في حاجة بتجري حواليا. وكنت بشوف من بعيد خيالات بتجري وقت المغيب من حتة لحتة، والوقت ده وقتهم، هما بيبتدوا يتحركوا في الوقت ده.
فضلت تجري 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 لغاية ما بدأ جبل يظهر قدامنا، ما كانش كبير، كان على شكل مثلث. وقفت عند اول الجبل وقالت لي انزل. قلت لها ايه ده؟ قالت لي جوه هتلاقي فيه مغارة فيها اكل وشرب، اقعد فيها. قلت لها طب ما تخليك. قالت لي انا ما اقدرش عليها، دي ارض عين. قلت لها طب ليه ما رحناش ناحية تانية؟ سابتني ومشيت. قعدت افكر هو ايه اللي بيحصل ده؟ طب ليه ما خدتنيش اصلا ارضها؟ ليه التانية ما جاتليش؟ بس ما كانش في وقت ان انا افكر، كنت عايز اعيش وما كانش يهمني اي حاجة بعد كده، كله هيتحاسب بعدين وهيحصل كل اللي انا عايزه. طلعت المغارة فوق، كانت مغارة صغيرة تقريبا 3 متر او 4 متر لجوه، وعلى الجنبين حوالي متر ونص في متر ونص، وكان في اكل فعلا ومية جوه محطوطين. باب المغارة كان على شكل بيضاوي مكسر غير متساوي، وقدام المغارة في مصطبة صغيرة تقريبا 2 متر تنزل منها لتحت حوالي 3 متر على شوية صخور. وطلعت فوق وقعدت افكر اعمل ايه. كان الوقت خلاص على المغرب. حصنت المغارة من بره، حصنتها جامد، وحاولت ان انا اسد اي منطقة تكون مكشوفة في المغارة كباب او شيء. قفلت ناحية يمين ناحية شمال، سبت ممر صغير اقدر انا امر فيه. وبعد التحصين دوت دخلت جوه متر، حصنت المكان تاني ورسمت الدايرة بتاعتي وحصنتها بالقرآن وقعدت. ومع اول نزول لليل بدأت صوت الديابة تقرب، وبدأ صوت نعيق البوم يقرب. كان بالإمكان من جوه وأنا واقف أكشف سفح الجبل جوه، وبدأت العيون تلمع، وبدأت الروائح توصلني، وبدأ الهمس يزيد. كنت بسمع صوت صخور بتقع من هنا ومن هنا، وعرفت إن هم فوق ونازلين من فوق، وعرفت إن هم بيحاولوا يوصلوا لي من تحت. كان الوضع صعب جدا، كان الوضع شديد جدا، ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل ساعتها. بس قررت ان انا استمر، قررت ان انا احاول بكل طريقة ان انا افضل عايش لاكتر وقت ممكن. دخلت جوه وقعدت وديت وشي للمغارة، وقعدت اشرب مية وابص مستني ايه اللي هيحصل. تقريبا بعدها بثلاث ساعات سمعت صوت رجلين طلعة ووقفت بره دايرة التحصين، وصوت خبط على الارض، خبط بخشب على الارض. طلعت ببص لقيت راجل لابس عباية خضرة ومنزل دماغه وبيبصلي وليه دقن بيضة كبيرة، وكان راجل شكله متجسد بهيئة راجل عادي وحاطط ايده فوق العصاية وبيبصلي. بصيت له قال لي تعالى معايا السندس عايزاك. بصيت له كده قلت له السندس عايزاني ليه؟ قال لي انت في ارض عين وعين مش هتسيبك، تقلقش اطلع وتعالى معايا. قررت ان انا اسمع الكلام فعلا، ودخلت اجيب المية بتاعتي وارجع. بس وقفت لازم اعرف مين ده، احساسي بيقول انه كذاب. اديته ظهر، اديته وشي، قلت له يا سندس قالت لك روح هات مين؟ بصلي قال لي احمد، وانا عارف انك احمد وهي مستنياك. في اللحظه دي عرفت انه كذاب. سندس في اسم بينه وبينها، زي ما في اسم ليها في اسم ليا، عرفت انه كذاب. قلت له طب تعال خش. قال لي ما اقدرش، تحصينك عالي. فبصيت له كده قلت له انت كذاب، سندس مش بعتاك. وبدات اقرا ايه الكرسي والقران. في اللحظه دي بدا يرجع لورا، وفي اقل من ثانيه كان بينط على ايديه ورجليه جوه الارض اللي قدامي، وسمعت وهو بينبح. عرفت ان هما بيستدرجوني، وبدات اخاف اكتر. معنى كده ان ممكن يضحوا باي حد مقابل ان هما يدمروا دايره التحصين، وعادي جدا تبعت مجموعة يتحرقوا في الاول بس يشيلوا دايرة التحصين. وبدأ الجبل احس باهتزازات من فوق، يعني في ناس من فوق. ومرة واحدة سمعت صوت صياح شديد جدا برا، حيوانات، ناس، بشر، انا مش عارف، بس انا كنت جوه. صوت شديد جدا، والعيون كنت كشفها بكمية ضخمة جدا، كنت شايف حاجة. بس كان في على الناحية اليمين
عيون ملمومه حوالين الحد وكانت عيونها حمراء، كنت متاكد ان دي عين واقفه تتابع من بعيد. كنت عارف انها مش هتصبر، ان هي في وقت من الاوقات هتبعت حد ولازم هتخش. فضلت واقف جوه المغاره بترقب الوضع. مره واحده هدوء تام، صمت الاموات، مفيش صوت بالمره، كانش فيه صوت نهائي. ولقيت قدام المغاره ديب ابيض اكبر من حجم الاسد، او معنى صح ذئب ابيض اكبر من حجم الاسد واقف قدام المغاره وداخل عليا. عرفت انها هي، وقبل ما تفكيري يكمل كانت في صورتها الطبيعيه. بصت لها، كلمتش، مش محتاج ان انا اتكلم. قالت لي تعالى ورايا، بصت لها كده، مش محتاج اقولها اني عين بره. مشيت وراها وفعلا بدانا انزل وراها. هي كانت نزلت اوريدي، انا اللي بدات انزل على الصخور واحده واحده. انا ماشي كنت شايف العيون حواليا، كنت سامع الهمهمه، وكنت شامم الريحه، كنت سامع الاصوات، بس كانوا بيفتحوا طريق. مشينا لقدام، واحنا ماشيين بصيت ناحيه العين اللي انا كنت شايفها، شفت عين واقفه وهم حواليها، كانت باينه جدا في الضلمه، العيون ما غلطش فيها، انا استاذ في لغه العيون. وعرفت مدى الحقد اللي فيها قد ايه. كملت، فضلت ماشي وراها، كنت عارف ان مش هيقدروا يتصرفوا معاها ومش هيقدروا يعملوا حاجه معايا هي موجوده. السندوش مش سهله، مش ملكه عاديه، والكل بيخاف منها. طمنت لغايه ما بعدنا شويه، واحنا ماشيين لقينا خيمه قدامي، كانت نفس الخيمه القديمه، عرفت ان هي ارضها ديت. بس الخيمه دي لما دخلناها ما كانتش زي الاولانيه، دي كانت خيمه ملكيه، كانت خيمه تشوفها من بره صغيره، من جوه قصر من القصور. اول ما دخلت كان في طاوله على ايدي الشمال مليانه اكل، قعدت اكل، قعدت اكل، ممكن من الخوف، ممكن من الرهبه، ممكن من الجوع، ما كنتش عارف ساعتها انا باكل ليه، بس قعدت اكل. وهي كانت واقفه قدام بتبص لي. كملت اكل وبدات تتكلم، بتقول لي كانت هتاذيك، ما ردتش عليها. قالت لي بس كويس ان انا لحقتك، مش هتفرق. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها مش هتفرق، اللي عملتيه في الاول زي الاخر، ما كانش هيفرق، انا ما طلبتش مساعدتك، وفي نفس الوقت انا بعد 100 سنه هكون مش موجود، بس انت هتكوني موجوده وهتلاقي حد تاني. كنت عارف ان الكلام ده بيعصبها والكلام ده بيضايقها، وفعلا اتضايقت وبدات عينيها تتغير، وفي لحظه لحقت نفسها. اصعب شيء انك تبقى فاهم اللي قدامك، وان انتوا الاتنين تبقوا فاهمين بعض وبتلعبوا على بعض، او بتحاولوا تبينوا كل واحد للتاني انه اقوى منه. سكتت، قالت لي انت تقدر تروح. قلت لها ليه، هو انا مش مسجون هنا؟ سكتت. خلصت اكل وحطيت الاكل، قلت لها انا عايز امشي. هزت راسها، وفي ثانيه جت عندي ولقيت نفسي في بيتنا. لفيت يمين وشمال في البيت، كان وحشني، ما كنتش عارف انا بقيلة قد ايه. اول حاجه عملتها دخلت على الحمام، بصيت على نفسي لقيت نفسي مش انا، دقن طويله، شعر طويل، شكلي مش مظبوط ابدا. خدت دش وقررت ان انا احلق الصبح، انا مش قادر، انا عايز انام وعايز اشرب قهوه. دخلت عملت فنجان قهوه كبير جدا وشربته انا على السرير، ونمت، نمت نوم كبير جدا. كل اللي عملته قبل ما انام ان انا شغلت البقره جنبي ونمت. صحيت تقريبا على العصر، ودي كانت اطول واكبر واخر مره انام 12 ساعه متواصله، عاده انا ما بنامش باليومين او الثلاثه. صحيت على العصر، صحيت وانا مبسوط نشيط، لفيت في البيت كله، تليفوني كان من يومها على الشارجر فل، مئات المسجات، مئات الاتصالات. عرفت ان اصلا اكيد انا اترفدت من شغلي، وعرفت ان اكيد الناس قلقان عليا. بدات اعمل اتصالات باقرب الناس اللي يهمها امري، بدات ابلغهم ان انا بخير وان انا كان في مشكله اضطريت ان انا اسافر ليها، والحمد لله الامور اتحلت. كان بقالي اكتر من فتره كبيره محدش يعرف انا فين. وقعدت، كان الجو شتاء، فتحت الشباك البلكونه بتاعتي اللي هي بص على كافيه وعلى ساحه كبيره.
في الوقت ده بدأ شريط حياتي يجي قدامي، لما شفت على الكافيه ناس كتير قاعدة، شباب وبنات، أصحاب، حبايب، متجوزين. كان في ثورة كبيرة جوايا، وكان في غضب صامت، وكان في أزمة نفسية، وكان في صخب شديد وزحمة شديدة جدا جوايا، ما بقتش عارف أعمل إيه. بس قررت إن أنا أنهي كل شيء. دخلت منفعل على الأوضة عندي، لميت كل شيء ممكن يربطني بيها. كان في كمية خناجر هي مديهالي هدايا، حطيتها في شنطة. لميت كل خواتمها وحطيتها في علبة وركنتهم، واستنيت أول فرصة هتيجي فيها وهنتكلم، ومرضتش عندها. كنت متأكد إنها معايا وإنها شايفة أنا بعمل إيه. مش هندع عليها، هسيبها هي اللي تيجي. قعدت وقررت إن أنا أحلق شعري ودقني، وبعد كده أرجع لوضع الطبيعي. نزلت فعلا، رحت للحلاق الأول ما شافني استغرب، أنا عادة بحلق دقني وشعري في الأسبوع مرتين. قال لي فينك؟ قلت له كنت مسافر. وأنا بحلق شعري كان الكافيه قدامي وكان الجو برد، كنت نازل بتيشيرت خفيف جدا، ما بحبش الحر. خلصت ورحت قعدت على الكافيه، طلبت قهوة. كان منظر المطر الخفيف والهواء البارد والشبورة من أحلى المناظر اللي أنا بحبها في حياتي. بدأت أشوف اللي المفروض ما شوفوش، وقعدت سألت نفسي أنا إيه اللي يخليني أشوف القطة دي وهي رايحة تتجسس على فلان، والكلب ده وهو رايح لفلانة، وكانوا بيبصولي أثناء مرورهم زي ما أكون حد منهم، بس أنا مش منهم وعمري ما هكون منهم. إيه اللي يخليني أبص على كل ده؟ أو إيه اللي يخليني أعيش الحياة دي؟ وإيه اللي وصلني إن أنا أتحبس الفترة دي؟ وهل هتكون آخر مرة ولا ممكن تحصل مرة تانية؟ وإيه السبب في الأساس؟ أسئلة كتيرة كانت بتدور ما لقيتلهاش إجابة. خدت نفسي وطلعت. أول ما دخلت البيت لقيتها موجودة قاعدة وبتبصلي، والشباك وراها أو البلكونة كانت مفتوحة. دخلت قعدت ولعت سيجارة، اطفت. ولعتها مرة تانية اطفت، عرفت إن هي اللي بتعمل كده. جبت جهاز التدخين مسكته في ايدي سخن، رميته. قلت لها مش حلو ان انت تستعرضي قدامي، انت ممكن تستعرضي قدام حد تاني، بس معايا انا واحد فاهمك وعارفك ملوش داعي. فضحكت. قلت لها ممكن اعرف ده كل ده ليه؟ انا عمري ما بخون عهد، وما تقوليش ان انت اتكلمت. سكتت. قلت لها ومش هتبقى اخر مرة مظبوط؟ سكتت. قالت لي انت زعلان ليه؟ قلت لها زعلان ليه؟ تاخديني من غير ارادتي، تحطيني تحت، تحبسيني الفترة دي كلها وتسيبيني لوحدي، وجاية تقولي لي زعلت ليه او اتضايقت ليه؟ هنا لقيتها وقفت وبقت قدامي. قالت لي مين قالك انك لوحدك؟ بصت لها كده وسكت. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اللي كان بيحرسك 24 ساعة الديب اللي انت شايفه ده كنت انا. هنا انا رجعت لورا. قالت لي اكمل؟ الغزالة اللي حذرتك من ارض المرضى كنت انا. الراجل اللي جالك عند النبع كنت انا. انا اللي جيت لما دخلت على الجنية فلانة وكانت هتموتك اول ما تنام، كانت عايزاك تنام عشان تقتلك وانت نايم. هنا افتكرت في ليه فعلا كانت عايزة تنيمني. قالت لي انا جيت عشان تطلعك وعشان تعرف ان انت لسه معايا، كنت انا. انا اللي بعت لك اختي عشان تنقلك للمغارة. سكت. قالت لي انا اللي جيت لك بنفسي بعد ما شفت عين بدأت تتعصب عشان اطلعك من عندها، كنت انا. انا ما سبتكش، انا كنت معاك دقيقة بدقيقة، حتى وانت نايم والاجنحة والرفيف حواليك كانوا بيرجعوا عشان خاطر انا. انا ما سبتكش. سكت. كان جوايا مشاعر كتيرة ما كنتش عارف اوصفها، بس انا كنت متأكد ان هي فاهمها وحساها. قلت لها وكان ليه كل دوت؟ سكتت ومشيت ناحية البلكونة، ودي عادتها عشان تمشي، انا عارف لما تمشي بتمشي ازاي. قلت لها ليه كل دوت وممكن يتكرر تاني؟ فبصت لي قلت لي ممكن وممكن اكتر من كده. سكت ومرضتش اتكلم. راحت بصالي لورا وقالت لي انت عايز ايه؟ قلت لها انا مش عايز حاجة، بس انا مش فاهم ليه اللي انت عملتيه ده، وما يهمنيش افهم، بس يهمني انه ما يتكررش. ف
فضحكت وبصت له قالت جملة جميلة جدا: لقلبك مني سلام. لغاية هنا خلصت الرحلة ديت. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى ان انا التقيكم في رحلات تانية ان شاء الله. ولو حد عنده اي شيء ما ينساش ينزل تحت في الديسكريبشن، هيلاقي مواقع التواصل بتاعتي كلها. وانا اسف لو طولت عليكم، انا هادر، مع السلامة.